ما حكم التدخين؟ التدخين بمعنى شرب دخان التمباك أو غيره من المفترات، سواء بالسيجارة أو بالغليون أو بالشيشة التي يعرفونها، كل هذا محرم لأنه مضر بالصحة، مسبب للأمراض، خبيث الرائحة، خبيث الطعم، منفذ للمال بغير فائدة، فهو حرام ولا شك في تحريمه، خصوصا بعدما تقرر لدى جميع الأطباء في العالم، حتى الشركات التي تنتج الدخان تعترف بأنه مضر وتكتب على أغلفته مضر بالصحة، فلا شك بعد ذلك في تحريم هذه المادة، تحريم تعاطيها بأي شكل كان. والمسلم عليه أن يبتعد عما يضره في دينه ويضره في دنياه ويضره في بدنه، وكل هذه الأمور تجتمع بالدخان، فهو مضر بالدين لأنه يكره الإنسان إلى عباد الله صالحين، ومضر بالبدن لأنه يورث أمراضا كثيرة لا تخفى وشخصها الأطباء في العالم وهي أشهر من أن تذكر، ومضر بالمال لأنه يحتاج إلى إنفاق كثير وإلى دراهم كثيرة في غير فائدة. نعم.